لمزيد من التفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العليوي. أهلا بك أستاذ أديب. أهلا بكم. أستاذ أديب، تتضارب الأنباء حول مصير دوما. من ناحية روسيا تؤكد خروج عناصر جيش الإسلام فيما ينفي جيش الإسلام هذا الاتفاق، ما مدى صحة المعلومات حول دوما؟ تحية لكم وتحية لمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني روسيا يعني تحاول أن تلعب الحرب، يعني لعبة الحرب النفسية على أهل دوما وعلى مقاتلي جيش الإسلام. في الحقيقة من عناصر جيش الإسلام العسكريين والمدنيين لم يخرج أحد على الإطلاق، بل خرجت حالات إنسانية وحالات مرضية معينة. إضافة هي من ضمن الاتفاق الذي أبرمه جيش الإسلام مع روسيا. النقطة الأخرى، خرج بعض المدنيين المتواجدين في منطقة دوما وهم ليسوا من أهل دوما، هم لاجئين من مناطق أخرى إلى دوما في فترات سابقة أو في فترات يعني آخر هجوم واقتحام للغوطة من قبل قوات النظام وقوات الروس والميليشيات الإيرانية، لجأوا إلى دوما، وبالتالي هؤلاء فضلوا الانسحاب بما أن وراهم هجرت وأقاربهم هجروا وبالتالي التحقوا بهم. ولذلك أنا أقول حتى الآن أهل دوما يعني ملتصقين تماما وملتحمين مع العسكريين المتواجدين مع جيش الإسلام المتواجد في دوما، وهم في حالة وفاق وحالة يعني حالة انسجام تام، ومتفقين على أنهم سيبقون حتى الآن في دوما ضمن هذه المعطيات حتى هذه اللحظة. لكن أستاذ أديب، أستاذ أديب، هناك بعض المراقبين يقولون أن دوما أوشكت على السقوط، شكلها شكل الغوطة أو بقية المدن حمص وحلب وغيرها. ما مدى صحة هذا الطرح لطرح المراقبين؟ وكذلك إلى أي مدى يعتبر سيناريو سقوط دوما محاولة للحفاظ على أمن دمشق العاصمة؟ يا سيدتي، بالنسبة يعني من وجهة نظر عسكرية، دوما بحكم الساقطة، بل الغوطة كله بحكم الساقطة منذ أن تم تطويقها من الجهات الأربعة. لكن نحن نقول أن دوما حتى الآن هي صامدة بالرغم من الحصار 5 سنوات، وبالرغم من كل شيء، وبالرغم من اقتحام النظام والميليشيات الإيرانية ل 70% من الغوطة، إلا أن لا تزال دوما صامدة وهم اتفقوا على أن يبقوا هناك. يعني نحن حقيقة يعني إذا يعني نحاول أن نستذكر التاريخ، نقول أن يوسف العظمى عندما قاوم الفرنسيين عند دخولهم إلى دمشق قاوم وهو يدري أنه لا يستطيع أن يقاوم، وبالتالي قتل وشيد له نصر تذكاري كل الناس تذكره وتعلمه، حتى لا يدخل الفرنسيين إلا على أشلاء بعض يعني جنود الشرفاء مثل يوسف العظمى وغيره. وجيش الإسلام قرر أن يبقى في دوما حتى لو قتل. حتى هذه اللحظة هذا الانسجام بين المدنيين والعسكريين المتواجدين من جيش الإسلام يعلمون أنها المعركة، لكن معركة قاسية جدا، لكن ستكون قاسية على الطرفين. جيش الإسلام لديه عدد من الأوراق يمكن أن يلعب بها، إن كان موجود لديه عدد من الأسرى وعدد جيد، يعني أكثر من 120 أسير من قوات النظام ومن الميليشيات الإيرانية ومن قوات الروس أيضا، وبالتالي هناك يعني عدد من الأوراق الرابحة، إضافة إلى التواجد المدني الكثيف أكثر من 150 ألف نسمة الآن متواجدين. إذا أراد العالم أن تجتاح روسيا والميليشيات الإيرانية مدينة دوما وأن يقتلوا البشر والحجر هناك وأن تكون مجزرة من أحد مجازر يعني القرن 21، فلا ضير، جيش الإسلام قرر أن يبقى في دوما حتى الآن ولم يقرر الخروج خارج مدينة دوما على الإطلاق. بالحديث عن خروج جيش الإسلام وغيره من المدنيين كذلك واستقرارهم في ريف حلب أو في إدلب، هل تؤيد طرح القائل بأن إدلب وريف حلب اليوم هي دليل على بقاء الثورة وعدم اندثارها؟ بالضبط، يعني بدون شك أن الثورة ليست جغرافيا سيدتي، الثورة هي فكر، الثورة هي نبض الشارع، الثورة هي الناس الشرفاء الذين لا يزالون وحتى في بلدان اللجوء وحتى في المخيمات يطالبون بالحرية، يطالبون بإسقاط النظام. الثورة ليست جغرافيا، ونحن كنا ضد أصلا هذا الأسلوب حتى عسكريا، كنا ضد أسلوب أن نحتل مناطق ونسيطر عليها ونقارع النظام
والميليشيات الإيرانية الأخرى وروسيا جيش مقابل جيش. كنا يجب أن نستمر في حرب عصابات فقط، وأن يبقى الشارع يعني بي 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 يقاوم بمختلف أنواع المقاومات، بدءا من يعني حتى أنا في فترة من الفترات كنا نطالب منذ قبل تسليح الثورة كنا نطالب بالعصيان. وبالتالي أنا أقول الثورة ليست حكرا على منطقة أو نقطة، الثورة لن تنتهي لا بانتهاء الغوطة ولا بانتهاء دوما ولا بانتهاء حلب الشرقية أو غيرها من المناطق. كيف تنظر لمشروع النظام في مرحلة ما بعد الغوطة التي يبني عليها نظام الكثير من الآمال، وماذا تتوقع أن يكون للمعارضة من مشاريع لمواجهة هذه السيطرة؟ مؤسف أن نقول أن النظام يعني أي آمال يبني عليها النظام إذا كانت يعني سوريا الآن مقسمة بشكل لا إرادي، يعني رغم عن لكن لا إرادي لكن بشكل أو بآخر لصالح النظام أستاذ أديب، يعني هذا ما قصدته. لصالح النظام لا قطعا ليس لصالح النظام. عندما تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية وميليشيات قسد على 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 كل ثروات سوريا في المنطقة الشرقية من مياه ومن غاز ومن نفط، وعندما تسيطر إيران على أغلب دمشق وريف دمشق ومناطق أخرى، وفي هذا الصدد باعتباركم تحدثتم، معذرة عن المقاطعة أستاذ أديب، باعتباركم تحدثتم عن واشنطن، ترامب اليوم يصرح ويقول أنه يعمل على خروج القوات الأمريكية وانسحاب الولايات المتحدة من سوريا، وهناك بعض المسؤولين ردوا عليه بأنه سيسلم دمشق لطهران في هذه الحالة. يا سيدتي يعني القراءة لا تؤخذ بـ 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 بهذا الشكل، قراءة تصريح ترامب لها أكثر من وجه وتقرأ في أكثر من حالة، وهناك أصلا استنفار الآن في الكونغرس الأمريكي وفي المجلس الأمن القومي الأمريكي نتيجة تصريحات ترامب. إذا كان ترامب سينسحب من سوريا نتيجة يعني نتيجة اتفاقات معينة بينه وبين روسيا، اعتقد وكان هناك يعني دعني اقول يعني مؤشرات على ان هناك اتفاق بينه وبين ايران ايضا على الاتفاق النووي الذي كان مرجح ان يعني هذا الاتفاق ان يلغى. اذا هناك لعبه دوليه يمكن ان تكون قيادتها الولايات المتحده وروسيا، وتسلم يسلم ترامب روسيا سوريا الى ايران كما سلم العراق قبلها. الولايات المتحده الامريكيه سلمت العراق الى على طبق من ذهب الى ايران. يمكن ان يكون هناك مشروع جديد، يمكن ان يكون هناك شرطي جديد للمنطقه كما كان شاه ايران هو شرطي للمنطقه، يمكن ان يكون هناك، لكن اعتقد ان المؤشرات كلها والمعطيات تدل على عكس ذلك. حتى لو تصريحات ترامب يعني قال بانه سينسحب، الانسحاب ليس يعني كلمة يلقيها ترامب جزافا كما يلقيها على تويتر. الانسحاب أشكرك. هذا يعني أن هناك أشكرك جزيل الشكر، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت. أديب العليوي المحلل العسكري والسياسي كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الريحانية التركية.